السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نحن نريد أن ننتج سماد عناصر صغرى يحتوي على عنصرين اللي هو الزنك والمنغنيس. هو بسعر رخيص وطريقة سهلة جدا. طيب سنستخدم البطاريات. البطاريات اللي هي زنك وفي داخلها عجينة أو منغنيس. هذه يعني أنا أستطيع أن أعزل الزنك على المنغنيس بس طريقة معقدة، ولهذا سأستخدم طريقة سهلة تحتوي على العنصرين. أما كم سيكون الزنك وكم سيكون المنغنيس فهذا موضوع، يعني الحقيقة موضوع آخر، ربما يعني ربما في حلقات قادمة، لأنه تحتاج العملية صعبة جدا حتى نحدد كم يكون نسبة الزنك أو مثلا بي بي ام الزنك مع بي بي ام المنغنيس. الطريقة، أنا عندي أول شيء البطاريات الحقيقة طبعا أحجام وأنواع. نحن نستخدم هذه البطاريات اللي قلنا إيش تحتوي على الزنك وتحتوي على المنغنيس. المشكلة الرئيسية اللي راح تواجهك هي هذا الغلاف البلاستيكي، لأنه يعزل، لأنه سنستعمل حامض. فماذا أفعل؟ أنا وضعتها في كيس، طبعا التصوير الليلي يعذروني ما صار عندي مجال أصور بالنهار. هذا الكيس كيس من النوع الذي يغلق، وضعت فيه البطاريات، كمية من البطاريات، ووضعت فيه مادة مذيبة يعني مثل الثنر أو هذا مادة الثنر، وضعت فيه كمية قليلة وأغلقته فيتشرب ويمكن إزالة. هذه طبعا حديد أيضا، ممكن أيضا استعماله إذا أردنا أن نذيب ونحصل على كبريتات الحديد، بس طبعا الحديد مشكلته الحامضي، يحتاج إلى وسط حامضي، فدائما نستعمل الحديد المخلب. ولهذا راح أستعمل آني أستفيد من البطارية، طبعا في داخلها فحمة. هذه البطارية بعد أن أزلت منها الغلاف، يعني بعد أن نقعتها هنا بالثنر تقريبا ساعة، كمية صغيرة من الثمر طبعا مجرد ترطيب، يعني الآن صارت سهلة جدا، يعني صارت إزالة إزالة الغلاف تكون سهلة جدا، يعني بعد أن نقعنا البطارية، بعد أن نقعت البطارية نستطيع بسهولة أن نزيل الغلاف. لاحظوا الغلاف كيف يزال بسهولة بالغة، يعني بينما لو لم ننقع البطارية فصعب جدا، صعب جدا إزالة الغلاف. وبعدين إذا تضعوا هذا في الحامض هذا سيعزل، ما راح يكون هنالك يا دوب تفاعل ويأخذ يعني فترة طويلة، ما راح يتم التفاعل. إذن هذه الطريقة الأولى. طبعا ممكن تكون بطاريات أكبر وسط أو الكبيرة، المهم تكون زنك اللي هو يسمى الخارصين ويسمى أيضا باللغة العربية القديمة توتيا، ويحتوي في الداخل على المنغنيس. طبعا البطاريات اللي راح نستعملها تكون، يعني نأخذ البطاريات الإكسباير اللي هي منتهية، وراح تحصلها إما مجانا أو بسعر لا يكاد يذكر. يعني هذه هي الميزة أنه أنت تشتري بطاريات منتهية، تبحث عن في المحلات تجد. أنا وجدت كميات كبيرة من البطاريات منتهية وبعضها شبه منتهي، يعني حصلت عليها بسعر لا يكاد يذكر. راح نستعمل حوامض، مثلا هذا حامض الكبريتيك المركز 99%، أو حتى يصير عندي كبريتات، أو إذا أردنا نستعمل النترك، بس النترك غالي، يكون نترات أو يعني، فأنا أفضل استعمال هذا الحامض الكبريتيك. لكن علينا أن ننتبه، الكبريتيك، حامض الكبريتيك المركز اللي هو 99% فوق 99% يكون خطر عندما تخلطه مع الماء، فلازم تكون حذر. طبعا وزنه ثقيل جدا، أنا ما أستطيع أحركه، يعني بصعوبة بالغة نزلته من السيارة، يعني قسم ظهري مثل ما يقولون. طبعا عندنا جو غبار جدا فيصير بسرعة
يعني أنا غسلته خلال يومين صار عندي الغبار. إذا أردت أن أستعمل مثل هذه القنينة بلاستيك أكون حذر لأنه ستذوب عندما ينزل الحامض إلى الماء يصير تفاعل شديد، وأيضا أكون حذر لأنه ممكن يكون يتطشر يعني مثل الانفجارات تكون في الماء، وأيضا ترتفع درجة الحرارة وراح يذوب. لهذا أنا راح أضعه في حمام مائي، يعني هنا أضعه في حمام مائي هكذا، وعندما أفرغ يكون التفريغ في داخل الحمام المائي حتى إيش، حتى يقوم بعملية التبريد. وأكون حذر جدا عندما أستعمل الحامض، ما أضع الماء على الحامض، أضع الحامض على الماء، وأكون حذر جدا. سنلاحظ العملية الآن، أنا سأفرغ هنا، هاي تكون خالية من الماء، لأن إذا كان فيها ماء يتفاعل الحامض مع الماء وتذوب، تذوب هذه تذوب. إذا أردنا أن نفرغ بنضع مثلا قطعة معدنية هنا ونضع الحامض ينزل مع القطعة المعدنية، لكن أنا سأستعمل هذه المضخة، وستشاهدون أنه توجد هنا تفاعلات شديدة جدا. بسم الله. اسمعوا صوت التفاعلات، طبعا الآن بدأ يذوب. أكون حذر بعيد ومحضر بجانبي إناء فيه ماء وصودا بيكربونات صوديوم مثلا أو أي مادة قاعدية احتياطا. يعني الحقيقة الموضوع شوي في خطورة، ببطء أقوم بعملية التبريد. طبعا حرق يدي يعني، لأنه لاحظوا هذا بدأ بالذوبان. يفضل أن يكون عندك خرطوم ماء ينزل هنا حتى يبرد هذه المنطقة، لأن حتى هذه المنطقة الأبخرة تذوب. لاحظوا كم كيف ذاب هذا، هذا ذاب. لو نلاحظ يعني ماذا حدث، هذا يعني المفروض أنه عندما نضيف الحامض نضيفه ببطء، يعني نضيف قليل من الحامض على الماء نتركه إلى أن يبرد، ثم نضيف مرة أخرى بحمام مائي هكذا، يعني ما نستعجل. هذه ملاحظة. طيب الآن سنجرب نضيف بعض البطاريات. طبعا أنا عندي كمية كبيرة في مكان آخر، بس حتى نرى يعني مشاهد. لاحظ الآن يوجد عكورة بسبب البلاستيك لأنه كان حرارته عالية، هذا نوع من التلوث، فكان يفترض أنه يكون تكون العملية بطيئة. الآن يوجد تفاعل فقاعات، هذا بعد قليل سيتلون. طبعا بعد أن يذوب الزنك ينتقل إلى الداخل. لو نلاحظ يعني الحامض ماذا فعل، وهذا طبعا خطأ لأنه جزء من البلاستيك يذوب يلوث، ما نستعمل هذه، نستعمل هذا النوع من البلاستيك، هو نفسه، هذا نفسه هو اللي محفوظ به الحامض الكبريتيك المركز اللي هو يكون مقاوم مثل هذا السطول.
مثل هذا السطل أيضا. طبعا هذا أنا أخاف أغسله لأنه إذا صار أي ماء في الحامض خطر. يعني هذا طبعا يكون وزنه ثقيل جدا فما أستطيع أن أتحكم به أفرغ منه، لازم أستعمل وسيلة للتفريغ. ولهذا يفضل أن تكون عندي زجاجة أجففها من الماء بعد أن أغسلها وأجففها من الماء، لازم تجف وأضع فيها الحامض المركز، ومن هنا أستطيع أن أخذ بالقدر الذي أحتاجه لأنه راح تكون سهلة، يعني هذه ما راح تكون كبيرة، راح تكون سهلة الاستعمال، أستطيع أن أفرغ منها قليلا قليلا. هذه لازم تكون جافة تماما حتى أفرغ بها الحامض، لأنه إذا أقل رطوبة يدخل الحامض راح يصير حرارة شديدة وتنكسر. كذلك هذه المضخة أيضا لازم تكون جافة من الماء تماما حتى أفرغ بها الحامض، وإلا لو أقل رطوبة موجودة راح تذوب، يعني كان عندي أثر صغير جدا من الرطوبة، لاحظوا ذابت يعني من هنا. فلازم، وإذا كان فيها حامض وأردت أن أغسلها أنشفها من الحامض، أتركها فترة إلى أن تتجف، ثم بعدين أغطسها تغطيس، أغطسها بالماء يعني من الخارج ومن الداخل حتى ما تذوب، حتى الخارج يبرد وأدخل الماء في داخلها. أول مرة أغطسها بالماء قبل أن أجعل الماء يدخل في داخلها. الآن بعد فترة لو نلاحظ أنا وضعت ماء خففته بالماء وتركته، لو نلاحظ بدأ يتبلور. هذا ممكن يكون، ممكن نعمله على شكل مسحوق، لكن أنا أفضل استعماله وهو سائل. لاحظوا هذه بلورات، يعني ممكن أنه يتبلور ويجف الماء منه، ممكن استعمال قليل من الحرارة كعمل مساعد. حتى في الأسفل نلاحظ هذه القطع، هذه البلورات. هذا لازال التفاعل هنا، هذا أيضا تبلور، هذا شوي حامضية زيادة. عندما يكون حامضية زيادة يصير راسب مثل الجيلاتيني، فلازم يكون هنالك موازنة في الحامضية ما بين الحامض وما بين الماء وما بين المواد البطاريات يعني. فالبطاريات تكون قاعدية، يكون هنالك تناسب ما بين القاعدي والحامضي. الحقيقة تفاصيل هذا الموضوع كثيرة جدا، يعني ما أستطيع أن أحيط بها بفيديو واحد، لكن من خلال التجارب ومن خلال الممارسة واحد يتعرف على تفاصيلها. طبعا هو هذا حامض، يعني استعماله في الزراعة المائية، ممكن استعماله بالزراعة المائية بس يفضل أن يكون رش، لأنه عندي المنغنيس والزنك. الزنك ما في مشكلة، الزنك عادي، لكن المنغنيس يعني ممكن استعمال المخلب أو استعماله هكذا يعني بالمحلول. هذا مثال، لاحظوا كيف اللون راح يكون، يكون بهذا الشكل. طبعا عندي هنا ايضا كمية كبيرة، هذه كمية كبيرة، التفاعل موجود،
نلاحظ ماذا بقي. بقيت عندي هذه الفحمات يعني ذاب، كله ذاب. بقيت الفحمات اللي هي كربون، هذا طبعا كربون خامل ما يتفاعل مع الحامض، وهنا عندي شوي زنك بعده، هذا تقريبا زنك. فهكذا يحدث التفاعل. السلام عليكم. الآن سماد المنغنيس والزنك نقوم بتصفيته، شوي نكون حذرين. يفضل أن في مثل هذه الحالة نرتدي القفازات كفوف. أنا احتياطا يعني أفضل أنه أجعل في يدي يعني أجعل مادة قاعدية مثلا بكربونات الصوديوم احتياطا. هذا هو نموذج يعني بعد التصفية.